على الجانب الاخر في شهر ديسمبر قد تحدث في ازمه مشكلة. في ازمه, في أزمة. كاس العرب وفي نفس الوقت احنا عندنا مونديال انديه, مونديال انديه, وفي ازمه إيه؟ في ازمه كبيره, والتصريحات اللي جايه من الفيفا تخوف, بمعنى تخوف دلوقتي بطوله كاس العرب بطوله رسميه مزبوط. تحت مظله الفيفا مظبوط, والفيفا حددت الميعاد للبطوله من 30 نوفمبر لغايه 18 ديسمبر. ده ميعاد رسمي تحدد ولن يتم التراجع عنه خلاص. طيب كاس عالم الانديه الميعاد المقترح من الاتحاد الياباني هو المنشور دلوقتي, لم اليابان الاتحاد الياباني ما خدش عليه موافقه من الاتحاد الدولي. حلو, يعني الاتحاد الدولي يخش موقع الاتحاد الدولي مش هيلاقي ميعاد لمونديال الانديه رسمي. الميعاد المقترح هو من 9 ديسمبر لغايه 19 ديسمبر, وبالتالي في تداخل ما بين البطولتين, والبطولتين تحت مظله الفيفا. النهارده الفيفا عارف ان النادي الاهلي بيمثل افريقيا في البطوله, وعارف ان منتخب مصر هيشارك في بطوله العرب اللي هتقام برضه في قطر في نفس المواعيد, وبالتالي هيبقى في ازمه هنا في السكواد, هنا في القايمه, هنا والقايمه هنا هنحلها ازاي؟ ده اللي حصل مع المنتخب الاولمبي. هنا لازم بقى نبقى واضحين في حته يا كابتن اسلام. بطوله كاس العرب بالنسبه لانديه العالم وبالنسبه للكوره في اي حته في الدنيا هي بطوله وديه, بطوله ما يعني لا يتم النظر ليها بشكل رسمي, وبالتالي احنا مثلا موقعين في مع منتخب الجزائر, هل رياض محرز هيلعب البطوله دي مثلا؟ مستحيل, ده مش هيحصل. بس سؤالي هنا بقى, لان هو ده اللي هيبقى الفارق, هل هنا هتضيف في تصنيف ولا لا؟ نعم, هتضيف في تصنيف ولا فيها نقاط, يعني بمعنى نقاط في التصنيف ولا لا؟ ربما يكون طبعا فيها نقاط. طب ما هو كاس افريقيا المحليين ما بيتضاف فيها نقاط, يعني اللي اقصده ايه؟ ان انت النهارده ممكن تلعب ماتش ودي معاك بعض اللعيبه المحليين وتضاف النقاط. انا هنا بتكلم على البطوله دي, البطوله دي مثلا منتخب الجزائر هيروح لمانشستر سيتي يقول له لو سمحت اديني رياض محرز عشان عندي بطوله مهمه هلعبها؟ انت مش شايف اللي بيحصل؟ ده مش هيحصل. لا, اللي بيحصل دلوقتي محمد صلاح كمان, وده مش هيحصل. وبالتالي هنا لازم احنا واضحين كده, لغايه طبعا هنستنى خطوه مهمه وهي ان الفيفا يقر ويعلن بشكل رسمي مواعيد البطوله, لان البطوله طبعا استحاله يتم يعني عمل فيها اي مشكله ان فيها رعاه. كاس العرب طبعا طبعا اول مره في تاريخ الفيفا انه يقر بطوله اقليميه تحت مظلته, لم تحدث في التاريخ, ما حصلتش. ولكن الفيفا اوكي هم احرار, عندهم بعض الامور الخاصه بيهم, اوكي مفيش مشكله. لكن كاس العالم الانديه بطوله ليها رعاه معروفين واخدين نسخ على سنوات زي المونديال, يعني هتعمل يعني بالظبط. وبالتالي هنا لازم يبقى واضحين, ممكن تتعمل بعد يوم 18 مثلا بالظبط. وبالتالي هنا لازم نكون واضحين ان في وجهه نظر شخصيه بطوله كاس العالم الانديه اهم بكتير من بطوله كاس العرب اللي هتتلعب. احنا نتجمع كده نلعب كام ماتش مع بعض وخلاص يعني. والله ده في وجهه نظري انا الشخصيه, وجهه نظرك يا كريم سعيد. بطوله كاس العرب الجايه دي مجموعه من المنتخبات هيتجمعوا نلعب, يعني نلعب شويه مع بعض, مش هيبقى فيها محترفين. لا خالص, لا وما فيهاش, يعني مش محتاجين نعمل لها ايه ازمات. انت عارف حضرتك برده مباريات المنتخبات, انت بتقول احنا النهارده في شهر كام؟ احنا ما دخلناش, احنا لسه بنقول من دلوقتي عشان احنا بنحضر عشان في ازمه هتحصل. الازمه جايه. فمن دلوقتي بطوله مونديال الانديه اهم بكتير من بطولة كاس العرب اللي هتتلعب.